نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما طريقة التوبة من الغيبة، وهل لا بد من استحلال المغتاب؟ التوبة أن يرجع عن الغيبة ويتركها، وإذا علم أن المغتاب أنه يقبل منه الاعتذار يعتذر إليه، أما إذا علم أنه يغضب أو أنه ما يسمح فيكفي أنه يدعو له ويثني عليه ويكفي هذا. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.